صباح الخير يا أصحاب أقليم الحرة بلبنان، من خلالكم بدي وجه هالرسالة إلى كل واحد من صغرتي. بدي إياكم تسمعوا كتير منيح. بأمريكا كل شي بتقدر تعمل، بس في شغلتين ما فيك تعملهم. ما بتقدر تطلع فوق القانون، مستحيل. يعني بتقولولي اعطينا مثال انه واحد عم بيحكي، هو واحد اليوم هالتليفونات بتسجل، تربطوا ايدكن وسجلته بدون علم الشخص، فيها 7 سنين حبس ل30 سنة حبس. انا المحامي تبعي بياخد $1,500 بالساعة. فيكن تسأله، احدى اهم المكاتب المحاميين الموجودين بالولايات المتحدة الامريكية، بيقول لي هيدي ضد القانون، ما فيك تتجاوزها ابدا، ممنوع التسجيل الا اتفاق انت واللي مقابلك. بتقول له انا عم سجل لك. قال لي ما في مجال ابدا، اقل شيء 7 سنين واكثر شيء 30 سنة بالحبس. 2، ما فيك انت تسرق الدولة، يعني انت ما بتشتغل عند حدا، وانت شركتك من صغرتها بتعين واحد تدفع له معاش، عم بتسجل على الدفتر انك عم تدفع له معاش وهو ما بيشتغل عندك، وعم تدفع عنه الى السوشيال سيكوريتي، الى الضمان الاجتماعي، وعم تخدم منه كاش. هيدي حبس الابد الابدين، ما بتطلع من الحبس. اللي عم بيعمله واللي مساهم فيه واللي بيعرف فيها وما بيشكي للدولة عليه، اللي بيعرف فيها سامع فيه انه في شغلة صويره وما بيبلغ الدولة عنه، ابد الابدين بالحبس. هيدي بدي اياكن تسمعوها وتحطوها قدامكم. ممنوع تسجلوا لحدا، لانه اليوم بهالتليفونات بتسجلوا لواحد اش عم بيحكي، ممنوع. اسألوا المحاميين تبعكم. طبعا المحاميين بعد سنة 1975 بلبنان ما عادوا محاميين، العلم ما عاد له قيمة بلبنان. كلنا منعرف الرئيس روني معوض لمن كان وزير التربية، لمن اجى على فرنسا ما بعرف، يعني ما بعرف ليش، بس بمهمة تربية شو قالوا له الفرنسوية؟ هذا بهيك الوقت بيخوف العلم بلبنان. اذا خدتوا كل كن علمه وخبر الله. بتمنى على كل واحد من صغرته يوزع هالتسجيل ويسمع الصغرتوية كلهم. شغلتين ما فيك تتجاوز فيهن القانون وتسرق الدولة. هيدي بكن تعرفوها كلكن بدون اي شيء، تقعدوا بتتباهروا وبتعملوا هيك حركات، ما انا واردة. القانون هو أعلى من الإنسان بأمريكا، لأنه يحمي الإنسان. والدليل ليش عم تنهار هالدول عنكن بهالشكل؟ لأنه الإنسان ما في دولة عم تحميه. الدولة الحاضنة، الدولة اللي هي بتحضن المواطن وبتخلي المواطن يشعر على أنه هو في قانون بيحميه، مش في وشاية. هيدي شغلي بكن تفهموه. بتمنى على كل واحد منكم انه يسمع هالفيديو ويوزع. شكرا والف شكر يا اصحاب اقلام الحرة بلبنان.